اسمي عصام زيدان، وركبت المسرح الوطني للمرحوم حسن علاء الدين شوشو، واشتغلت مسرح الجوال. عملنا مسرح جوال مع الفنان الراحل كمان سليمان الباشا. لبنان بحاجة لمسرح شعبي، أكيد 100% بحاجة لمسرح شعبي، ودخولي لهون لفت لي نظري الاسم المسرح الوطني، هذا نحن بحاجة له، يا ريت فينا نحوله مسرح شعبي على طول ومستمر ودائم. الشعب اللبناني بحاجة لمسرح، بحاجة لننفس، الشعب ينفس اللي كبت اللي عنده. أنا ابن المسرح كنت أخذه هواية ومستمر بهواية، بس في ظروف تحكم بالإنسان، ظروف المعيشية، فنان بلبنان ما بيقدر يقلع بحياته. وهلا شايفين كم فنان رحلوا، مرضى كانوا أو مستشفيات أو ما قدروا يستمروا بالحياة، حتى ما قدروا يعالجوا حاله. هذا وضع الفنان بلبنان. أتمنى من وزارة الثقافة، أتمنى من كل المراجع اللبنانية إنها تهتم بالمسرح، تهتم بالفنان اللبناني. مسرح مدرسة، والخشبة عشق لي كان. ظروف الحياة المعيشية زي ما أكيد ما خلتني استمر. وركبت فنانين كتير عظماء، درج بازليان، سليمان الباشا، الراحل حسن علاء الدين، احمد الزين ابن البلد الله يطول بعمره، زياد مكوك مهرج المسرح كان، زياد مكوك بكل الاقسام المسرحيه اشتغل، الراحل الكبير فريال كريم، اماليا ابو صالح، كلهم كانوا اعطوا لبنان، اعطوا الفن اللبناني كثير، بس ما اخذوا شيء من الفن اللبناني، اخذوا مرض ومستشفيات وعلل وما حدا قدر يواكبه. مش مشكل، احنا بس بتمنى من الجميع نستمر بالمسرح الوطني. المسرح الوطني بأكد على الاسم لأنه هذا الاسم كتير غالي، مرقنا فيه بمراحل كتيرة من أيام البلد سينما ستارك اللي تحولت لمسرح أيام المرحوم شوشو اللي انكسر لحتى عمل مسرح وطني مع مخرج نزار أباني. نزار مئاتي كان مخرج كبير كمان، كان ساهم وكمان كانت نهايته ما بعرف شو بدي أقول بقى.